ماذا وراء استلام قوات سعودية لمواقع استراتيجية في عدن من الإماراتيين؟ هل هو جزء من اتفاق جدة أم أنه مجرد تبادل أدوار؟ هل ستكف الإمارات يدها عن العبث الأمني في عدن ويتوقف مسلسل القتل والتصفيات؟ أهلا بكم. وسط توقعات بقرب التوقيع على الاتفاق السياسي بين الحكومة والانتقالي المدعوم من الإمارات بجدة وبحضور المبعوث الأمم جريفيث وممثلين للدول الراعية، لا يزال المشهد ضبابيا حول مصير الوضع اليمني جنوبا، فعدن لا تزال عالقة بيد الغريب. وخلال الأيام القليلة الماضية تلاحقت الأخبار حول اتفاق سياسي وأمني لحل الأزمة بين الشرعية والانتقالي المدعوم إماراتيا. صاحب ذلك تحرك عسكري سعودي إماراتي في عدن. المعلومات تقول إن قوات سعودية بدأت بالانتشار في عدد من المواقع الاستراتيجية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد انسحاب قوات إماراتية. فهل يأتي هذا الانتشار في إطار دعم جهود إنقاذ اتفاق جدة أم أنه خطوة في الالتفاف على مطالب الشرعية بالعودة إلى مدينة عدن؟ ما مصير حوار جدة وما مدى صحة التسريبات حول مسودة الاتفاق؟ هل تمخضت مطالب دولة الانتقال إلى مجموعة وزارات؟ وما هو مصير شرعية تتناهشها الأطماع الخارجية والانقسامات الداخلية؟ بات اليمن رهن المزاج الإقليمي، هذا ما تقوله معطيات الساعة وأحداثها. فأحدث التسريبات حول اتفاق جدة الذي ترعاه السعودية بين الشرعية والانتقالي المدعوم من أبوظبي تؤكد أن الشرعية باتت تصارع كل الأطراف بما في ذلك الحلفاء أنفسهم. فهل نجحت السعودية في إخضاع الشرعية لمنطق المحاصصة؟ ربما نعم. فمسودة اتفاق جدة وقبيل أن تخرج بصيغتها النهائية والتي تبدو أبرز مضامينها محصورة في الجانب السياسي والأمني، تتضمن أبرز نقاطها تشكيل حكومة جديدة يحظى الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى بعدد من الحقائب الوزارية السيادية، بالإضافة إلى تعيين لرئيس حكومة جديد. بحسب المسودة نفسها التي نشرتها الجزيرة، سيتم دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. وعلى مقربة من ذلك وفي السياق نفسه، تقول المصادر إن عدن شهدت استلاماً وتسليماً بين القوات السعودية والإماراتية وانتشار قوات سعودية في عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية، منها مطار عدن وقصر المعاشيق. يأتي ذلك عقب انسحاب القوات الإماراتية من تلك المواقع. رغم كل ذلك ينخفض سقف التوقعات بنجاح هذا الاتفاق، خصوصاً أن عدن العاصمة المؤقتة لا تزال بعيدة المنال عن الشرعية وعن الأمن الذي تنشده منذ طرد ميليشيات الحوثي. فهل سينتهي مطاف الانتقالي برفع علم الجمهورية فوق المؤسسات والإدارات الحكومية والعمل تحت لافتة الشرعية؟ أم أنه سيضع رجلاً مع الشرعية وأخرى مع الانفصال؟ بحسب مراقبين، فإن ما تضمنته المسودة المسربة إن صحت أنها حجمت الانتقالي ونقلته من مربع المطالبة بحق تقرير مصير دولة إلى الاكتفاء بمكسب بعض الوزارات في حكومة هادي. لكن ما تقوله شواهد اللحظة اليمنية يمضي عكس ذلك تماما، فميليشيات الانتقال تستلهم خطواتها من تجربة نظيرتها في صنعاء، ولا ينحصر ذلك في الانقلاب وممارسة الضغوط على الشرعية، بل وفي ممارسة الانتقال لتصفية وملاحقة خصومه ومعارضيه في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته. بالمقابل تمضي الشرعية عزلتها الحقيقية دون سلطة أو قرار أو أرض أيضا، فهي منذ خروجها إلى الرياض سيظل قرارها مرهونا للمزاج السعودي، وستخضع في كل مفاوضاتها لتسوية عرجاء تفضي في كل الأحوال لتآكل شرعيتها وتلاشي فكرة استعادة الدولة. وما زالت في الرياض، فهل بيدها غير ذلك؟
إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الناشط الحقوقي عادل الحسني، وسينضم معه آخرون، الناشط الحقوقي والسياسي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور. أهلا بك. إذن هناك أخبار عن إحلال قوى سعودية بديلا عن القوات الإماراتية في مطار عدن وبعض المنشآت الحيوية في عدن، في أي سياق تفهم هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك يا أختي الكريمة السادة المشاهدين الكرام، وأحيي جهودكم في قناة بلقيس وجهود الشباب الذين كلما زرت هذه القناة أراهم كخلية نحل عاملة مع هذه الظروف التي تدور في البلد، ولا تستنقصوا من دوركم ولا من دور الإعلاميين ولا السياسيين والأكاديميين في معركة الوعي التي من خلالها نجني هذه الثمار اليوم. هذا الانسحاب الذي يعلن عنه، وطبعا انسحاب شكلي قد سبق وأعلنوا عنه مرتين قبل ذلك، ولكن ليس هناك انسحاب حقيقي إلى الآن، ولكن مزيدا من الضغط ومزيدا من تكاتف الشعب الياباني سيرحلون. لكن حقيقة ما جرى هو أن يعني تسارع الأحداث الأقليمية والداخلية، وأيضا تصرفاتهم الطائشة وفضح ملفاتهم الحقوقية، سارعت في 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 أنهم يريدوا أن يبيضوا هذه الانتهاكات التي حصلت ويعلنوا عن انسحاب. وما يحصل حقيقة هم أنهم انسحبوا من حرب الحوثي الذي أنا أريد أن أؤكد لك حقيقة، يعني لم يعودوا في الجبهات التي تواجد فيها الحوثيين، انسحبوا. ال 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 الجبهات المشتعلة كانت بين القوات الإماراتية والميليشيات التي تتبعها، سواء كانت في الساحل الغربي أو في كرش أو في أطراف لاحق، أو حتى الموجودين كانوا في مأرب. كل هؤلاء انسحبوا، سحبوا الباتريوت من مأرب، سحبوا، وقفوا المعارك في الحديدة، وقفوا المعارك في أطراف لاحق. لم يعد هناك طلعات للطيران الإماراتي بالنسبة للحوثيين. التقوا الإماراتيين مع الإيرانيين في ذلك باعتبار أن الحوثي قريب من الإيرانيين، لكن بالنسبة لجنوب اليمن هم بعد الضربة الأخيرة للطيران يحاولوا أن يبيضوا صفحتهم ويعلنوا عن انسحاب. ما حصل هو تقاسم أدوار بينهم بين السعوديين، حصل انسحاب جزئي من مناطق في عدن، لكن إلى أين انسحبوا؟ السؤال الأهم يبقى إلى أين انسحبوا؟ هم لا زالوا في سواحل عدن، لا زالوا في ميناء الزيت، لا زالوا في ميناء المخا، لا زالوا في جزيرة لكن هناك مليون. يعني قبل 4 أيام تقريبا قال موقع عدن الغد أن سفينة إماراتية محملة بالعتاد والجنود غادرت ميناء الزيت في عدن. هل الى اين؟ الى اين؟ الى ارتيريان. هم متواجدين في المخا، متواجدين في المكلا، متواجدين في مصفات بلحاف الذي هي في شبوه، متواجدون في ميناء عدن، متواجدين في السواحل في الحديده. أي انسحاب شكلي لن نقبل به، يعني خاصة الحديث عن إحلال قوات سعودية في المطارات وبعض المنشآت الحيوية، هي باعتبارها جزء من الحلول. أن الإمارات كانوا جزء من المشكلة وجزء من الحلول أنهم ينسحبوا وتحل محلهم يعني قوات السعودية. أختي الكريمة، إذا كان هناك حل حقيقي سيضمن عودة مؤسسات الدولة، عودة الحكومة، تطبيع الحياة للناس، عودة مرتبات الناس، فالناس تعبت والناس تريد حلول. لكن الحقيقة هو أننا واقعون أمام فخ جديد، هم فشلوا في حربهم مع الحوثي. هل سيفرق الأمر أن يعني تم إحلال قوى السعودية بديلا عن الإمارات، أم أن الوضع لا فرق فيه؟ هو القوات التي ستنزل، القوات السعودية ستبقى في الأماكن الحيوية، وسيجعل إدارة المحافظات التي تتواجد فيها القوات الإماراتية قوات موالية للإمارات. ما الحكمة إذن؟ يعني على اساس ان هناك حلول شكليه وانهم سيدمجونهم في الشرعيه، والحكمه والاهم من ذلك يريدوا شيء واحد، وشرعنه هذه الميليشيات، لان انفضحوا وانكشفوا وفشلوا، فيريدوا ان يشكلوا جناح في الشرعيه رسميا يكون تابعا لهم في اي حوارات مستقبليه، حوارات امميه، يكون هذا الجناح هو تبع الامارات، مثل ما ان الشرعيه في جناح منها قريب من السعوديين، تريد الامارات ان تصنع لها جناح جديد من هذه القوات التي تدعمها، من قوات الدعم والإسناد، الحزام الأمني، النخب، بعض ألوية العمالقة. بالمناسبة كثير من ألوية العمالقة رفضت من باب العدل والإنصاف، كثير من ألوية العمالقة وأفرادهم رفضوا أن يعودوا من الساحل الغربي ويقاتلوا أهلهم في عدن وميناء. إذن يعني هناك مسودة سربت في على قناة الجزيرة من حوار جدة، ولكن هناك أيضا مصادر استبعدت مثل هذا الاتفاق، أين ترى مصير اتفاق جدة؟ طبعا أنا سربت هذا الاتفاقية قبل الجزيرة ب5 أيام، لكن الجزيرة تبقى هي الجزيرة فيه، ولأنا سربت نفس التسريبات التي سربتها الجزيرة سربتها على صفحتي في تويتر، ولكم أن تراجعوها.
باستثناء قولهم ان الحكومه مناصفه بين الشمال والجنوب. انا حقيقه لم اطلع على هذا الامر، وان صح هذا الامر فهو ويعني بدايه لامور يعني وفخ جديد في اليمن، هو لتمزيق اليمن الى شمال وجنوب والى طوائف وميليشيات، ولكن لا اظنها تمر على الشرفاء في الشرعيه، الشرعيه لا زال فيها شرفاء، فيها رجال وطنيون لن يقبلوا باي حلول تمسك كرامه البلد او تمزيق البلد او الخدش من سيادته وكرامته وارضه سواحله وموانئه. نعم، لكن ما يحدث حقيقة يعني نجد أن السعودية تفرض رأيها في الآخر، وربما تلتف أيضا على بعض الحلول، وربما يعني مسألة الإحلال الذي حدثت في المطار وغيره هي أحد هذه الالتفافات. السعودية من خلال تجربتنا معها في الأعوام الماضية لا تتعامل إلا على لغة الأرض، لما تثبت نفسك على الأرض. عندما وجهوا قوات الانتقالي في المرحلة السابقة سيطروا على عدن، أسقطوا الوجه الرئيسي في عدن، ثم اتجهوا إلى أبين، ثم اتجهوا إلى شبوة، وهم قاضين الطرف عن هذه القوات باعتبارهم سيحكموا السيطرة على الجنوب، سيضعوا التحالف في موضع معين يعترفوا من خلاله بالانتقالي في الجنوب. فلما تدخلت كتائب الجيش وطردتهم من عتق ثم من النقبة ثم من حبان ثم من بلحاف ثم من أبين ثم اتجه الجيش إلى عدن، السعودية هنا تعاملت بتعامل آخر أمام، يعني يتعاملوا مع ليس عندهم بوصلة واضحة. مشكلة الأخوة السعوديين أنهم ليس لهم بوصلة واضحة في اليمن. الإمارات تلعب بهم، أطماعهم تلعب بهم، اتجهوا للمهرة لأطماع خاصة بهم، خائفين من الحدود بالنسبة للحوثي، فهم في تخبط. نعم، هل أحد نتائج هذا التخبط يعني أن نجد انقلاب للموقف السعودي؟ يعني تحولت السعودية من طرف يهدد الانتقالي إن لم ينسحب خلال 48 ساعة أثناء الانقلاب على الحكومة في عدن، إلى طرف يرعى مشاورات جدة ويحاول أن يعني يشرعن هذا الانقلاب ويشرعن وجود الانتقالي. حقيقة السعودية تكمن مشكلتها في أنها لن تستطيع أن تتخلى عن الإمارات، والإمارات هي من تدير هذا الملفات كاملة. الذي ساق هذه المسودة المسربة هي المخابرات الإماراتية فقط. ما الذي ستستفيده بهذا التصريح؟ الإمارات فخخت المسودة، لو تركز على أنها تعطي شرعا لهذه الميليشيات وتعطيهم مجال أكبر من حجمهم. هؤلاء مجلس لا يشكل إلا قريتين في الجنوب فقط، الجنوب كله ضد هذا المجلس. هذا المجلس الذي يدعي انه مع الانفصال ومع قضيه الدوله، اليوم يبحث عن ماذا؟ عن حقب وزاريه وعن حصه في الشرعيه. لماذا؟ لاجل فقط ان ينتزعوا شرعيه معينه للامور المستقبليه من خلالهم، ستكون الامارات وسيكون ذراع الامارات في اي حوارات قادمه فقط. هذا هو المقصود. السعوديه هي الضحيه من هذا كله. بقي محل المشكله الاكبر التي هي مشكله الحوثي، بقيت حدودها الشرعيه منقسمه على نفسها بين جنوح بين جناح الصقور وجناح الحمائم. هي تسعى للضعاف في الشرعيه، اليوم انزلت عده وزراء الى سيئون، ومنعوا الميسري ومنعوا القواني من النزول، يعتقدوا انهم من خلال هذا الجناح الضعيف في الشرعيه سيمررون هذا كله، لكنهم في الاخير لن تمر على اجنحه الصقور في الشرعيه، ولن تمر على الشرفاء ولا على النخب ولا على القاده المدنيين والعسكريين والقبائل، لن تفرط الناس يا اختي الكريمه في ذرة من تراب الوطن ولا من كرامته ولا من سيادته. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ علي الأحمدي، أمين عام مساعد حركة النهضة الجنوبية، عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور ركي والأستاذ المشاهدين وضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ علي. تواجد للقوات السعودية خلفا للقوات الإماراتية حسب ما يقال في مناطق حيوية وفي المطار، ما الذي يحدث برأيك؟ ما الذي يحدث هو امتداد للمشاكل التي بدأت منذ تحرير مدينة عدن، وجود فراغ في المدينة، عدم تمكن الشرعية من بناء مؤسسات الأمن بشكل نظامي رسمي. هذا اللي أدى إلى أن يملأ الفراغ يعني جهات أخرى.
كان التحالف الممثل بالإماراتيين في عدن، هو المتواجد في عدن، وترك المجال دون أن يكون هناك حضور حقيقي من قبل الحكومة الشرعية. حتى توج هذا الوضع السلبي في مدينة عدن بالانقلاب والتمرد الأخير في أغسطس الماضي، والآن يتم العمل من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية على احتواء هذه التداعيات، هذه الأخطاء المتراكمة منذ 4 سنوات للوصول إلى حلول لهذه المعضلة الموجودة في مدينة عدن. وجود قوات سعودية في هذا الوقت لابد أنه يعني يكون محاولة لحلحلة الوضع وحل المشكلة الموجودة، ونتمنى أن تدرك الحكومة المشكلة الأساسية التي وقعت فيها وأن تقوم بملء الفراغ وبناء المؤسسات بشكل نظامي رسمي، عوضا عن التشكيلات الوهمية التي ملئت بها سجلات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وعند الحاجة إلى وجود هذه القوات لم يكن لهم أي حضور ولا تواجد. نتمنى أن يكون هناك حس وطني وأن تشرك جميع قيادات الحكومة ولا تكون عمل فردي أو عمل لجهات محددة، بل ينبغي أن يكون العمل في مدينة عدن عمل وطني تشترك فيه جميع المكونات السياسية وجميع المناطق اليمنية لتشكيل حكومة حقيقية، وتكون عدن مأوى لجميع النازحين، لجميع المنابذين لمشروع الانقلاب الحوثي، أن تكون مدينة عدن مقر للحكومة، يستطيع جميع الوزراء من جميع المناطق اليمنية أن يؤدوا عملهم فيها بكل حرية بكل أمان. بهذه الطريقة يمكن أن يعاد بناء الأجهزة، وأن يكون هناك تعاون مثمر مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية تأهيل هذه القوات الأمنية سواء في المطار أو الميناء أو غيرها من الأماكن. نعم، إذن أستاذ علي، هل تعتقد أنه سيحصل انسحاب كامل من قبل القوات الإماراتية خلال الأيام القادمة، أم أنه شبيه بالانسحاب السابق الذي كان ربما دعاية إعلامية أكثر من انسحاب حقيقي على أرض الواقع؟ قبل الحديث عن أي انسحاب إماراتي أو أي حديث في هذا الجانب، نحن نتكلم عن الحكومة. هل لدى الحكومة الجاهزية لملء الفراغ عند انسحاب القوات الإماراتية أو غير القوات الإماراتية؟ هذا الذي يجب أن نركز عليه، لأن كما نحن نتكلم بكل وضوح أن هناك دور سلبي قامت بالقوات الإماراتية في عدن ودعمت الانقلاب بكل وضوح، هذا خطاب الحكومة في كل محفل، لا مناص من هذا الطرح. لكن الحديث الأهم والمسؤولية الكبرى الوطنية التي تقع على كل يمني هو التساؤل، هل بإمكان الحكومة ملء الفراغ؟ هل هناك قوات مجهزة مدربة؟ هل هناك خطة استراتيجية؟ أكيد الجواب سيكون نعم، لكن نحن لا نريد أن يكون هذا جواب شخص أو جواب جهة معينة، نريد أن يكون لدى الحكومة إجابات واضحة، أن يكون لدى الحكومة استراتيجية واضحة، أن يكون هناك خطة محكمة لإدارة المشهد في عدن، لا كما حصل في ما بعد 2015 بعد تحرير مدينة عدن عندما دخلت عدن في الفوضى. طوال ال4 سنوات الماضية لم يفتح مركز شرطة بالشكل المناسب، لم يعني تفتح النيابات، لم تحل القضايا، مخفيين منذ سنوات، لا يستطيع أحد أن يسأل عنهم أو يجد أثر لهم، كثير من المنتهكة حقوقهم من المعذبين وغير ذلك، والمقتولين حتى والضحايا الاغتيالات لم يتم القبض على أي خلية إجرامية قامت أو الإمساك بخيوط هذه الجرائم التي حصلت. هذا المطلوب وهذا الأهم باعتبار. أما التساؤل
عن الغير، هذا ايضا حق، لكن لا 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 يمكن ان يكون مثمر الحديث دون ان نحمل ايضا الحكومه المسؤوليه الكامله عن العاصمه المؤقته، وان وجعلها عاصمه مؤقته بكل وضوح، وعند حصول اي عرقله او اعاقه من اي طرف كان ينبغي ان يكون هناك وضوح في هذه المساله، كما حصل مؤخرا في هذا التمرد الذي حصل في مدينه عدن والذي امتد الى شبوه الى ابيان وشبوه. نريد ان يكون هناك وضوح، اذا كان هناك من يعيق اعاده الحياه الى عدن وبناء الاجهزه الامنيه وبناء المؤسسات الحكوميه المختلفه، يجب ان يكون هناك وضوح وصراحه من قبل الحكومه ووزرائها والرئاسه والقوى السياسيه، ان يكون هناك وضع لليد على مكان من الخلل، ليقف الجميع خلف قيادتنا الوطنيه، وكما حصل في الموقف الاخير. اما ان تتم الغمغمه والتغطيه على المشاكل الحقيقيه، لن تنتج في النهاية سواء بهذا الاتفاق أو بغير هذا الاتفاق إلا نفس النتائج، وهي مراوحة الأمور مكانها بأشكال أخرى. إن هذه المراوحة أستاذ علي، هل يعني تعتقد أنها ستكون أيضا في حوار جدة إذا ما تم؟ هل يمكن أن يتحول إلى نسخة متكررة من اتفاق الشرعية والحوثي الذي لم يصل إلى نتيجة حتى الآن؟ قبل فترة كانت قوات الجيش الوطني تقصف من قبل الطيران وحصل ما حصل. بعد اتفاق جدة لا شك إذا حصل فعلا وصدقت التسريبات التي ظهرت وحصل التوافق المطلوب وقبل المتمردون بأن يعودوا كمكون سياسي له حق مثل أي مكون سياسي بالحصول على حصته في المناصب والتعيينات، وأن تعود الحكومة الشرعية لتبسط نفوذها على العاصمة، وأن تعود الحكومة ويعود مجلس النواب وتفعل أجهزة الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات، بلا شك أن هذا الوضع سيكون وضع أفضل من الوضع الذي كنا عليه في الشهرين الماضية. لكن المحك لنجاح هذا الأمر هو الموقف الصادق من والطلب من قبل الحكومة، أن تكون الحكومة لها يعني كل الصلاحيات في إدارة الشأن، وأن إذا وجد من يعرقل أو وجد من يعيق أن يكون هناك نفس الوضوح ونفس الصراحة مع الأشقاء لإيقاف كل يعني معيق أو معرقل لعودة الحكومة. أما أن يكون اتفاق ظاهري وعند بدء التطبيق تكون هناك النوع من السكوت والمداراة على أمور أخرى تدار، هنا ربما يتحقق ما ذكرت أختي الكريمة ويكون هذا الاتفاق مجرد اتفاق شكلي والواقع هو تكريس لنفس الواقع السابق وإطالة لأمد الأزمة، وهذا ما لا يعني وهذا ما نؤكد ان الحكومه اذا قبلت بهذا الاتفاق هي المسؤول الاول عن هذا الاتفاق وعن انجاحه، لتصالح الشعب وتكون بكل وضوح امام الشعب انها مثلا هناك من يعيق او هناك من يعرق او هناك من يريد ادخال عدن وادخال الجمهوريه اليمنيه في نفق مظلم يشبه النفق السابق الذي دخلت فيه في صنعاء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك علي الأحمدي أمين عام مساعد حركة النهضة الجنوبية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، ربما تحدث الأستاذ علي الأحمدي عن العديد من النقاط، ولكن دعني أناقشك في مسألة ما على الحكومة أن تكون عليه من وضوح في كثير من المواقف، خاصة ما يحدث الآن في عدن، موضوع حوار جدة. الظرف الحالي يتطلب الكثير من الوضوح من قبل الشرعية والمصارحة مع نفسها أولا ثم مع الشعب الذي ينتظرها، ما رأيك؟ والله الشرعية فيها أجنحة كما أخبرتك وأصبحت جزر متناثرة للأسف الشديد، لكن هناك تيار وطني موجود في الشرعية، نحن من نعول عليه ومن نقف إلى جانبه ومن ندعو الناس إلى الالتفاف حوله،
وهؤلاء لن يكونوا إلا في صف الوطن، ولن يكونوا إلا في صف الشرفاء، ولن يكونوا إلا في صف المواقف الوطنية. أما من حاول أو من سولت له نفسه أن يفرط في ذرة من تراب الوطن فمصيره سيكون مثل مصير أدوات الإمارات، ولن نقبل بأي أحد. والبلاد ليست ملك أحد، ولا يملك كائن من كان أن يتكلم باسم اليمن أو يفرط في اسم في 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 ذرة من تراب اليمن أو سيادته أو كرامته. نعم، إذا مسألة يعني أن هناك من يريد إدخال عدن واليمن بشكل أو الجمهورية اليمنية في نفق مظلم كما تحدث الأستاذ علي الأحمدي، برأيك يعني كيف يمكن للشرعية أن تصمت على ما يحدث من خلال مخططات أبو ظبي لتقسيم اليمن، التفافات الرياض، عدم وضوحها أيضا مع الشرعية؟ ما هو سر هذا الصمت المريب من قبل الشرعية؟ ودعني يعني أنت ربما كررت أن هناك من هم أشراف، من يعول عليهم، ولكن الأمر عمليا هو بيد الرئيس هادي الذي نراه صامتا ومحجما عن الظهور. لا شك أن مؤسسة الرئاسة والحكومة الموجودين في المملكة يعني يتعرضوا لضغوط شديدة، وتمارس عليهم وصاية كبيرة جدا. أحيانا يتحرروا من هذه الوصاية، أحيانا يتقدموا خطوة ويتأخروا خطوة أخرى. نحن نشد على أيديهم ونقول لهم متى ما أصطلبتم وكنتم أقوياء على الأرض، وكنتم على أرض صلبة وكانت مواقفكم قوية، مواقف وطنية، مواقف شجاعة إلى جانب أرضكم إلى جانب شعبكم، نحن سنكون معكم. وفي اللحظة التي ستخذلون فيها بلادكم أو ستخذلونا فيها لن نقف إلى جانبكم. نحن لا نجامل أحد، لا نافق أحد، وهذا ليس صوتي وحدي، هذا صوت جميع الناس الذين يطمعون وتتوق أنفسهم إلى بلاد حرة، بلاد ليس لها وصاية عليها وصاية لا من السعودية ولا من إمارات ولا من إيران ولا من غيرها. فمتى ما كانت مواقف الشرعية إلى جانب الشعب، إلى جانب الحفاظ على هوية البلاد، على وحدة البلاد، على سيادة البلاد، فنحن سنكون إلى جانبها. ولا يفرحنا إلا أن تقوم مؤسسات الدولة، أن يقوم القضاء، أن يقوم الأمن، أن تقوم الشرط، أن تقوم المحاكم. لكن حتى نكون يعني من باب العدل والإنصاف، الشرعية هي نفسها تعاني من ضعف، وأيضا أضعفت ومنحت طوال الفترة الماضية كلها. يعني مثلا وزير الداخلية أحمد المنشري جاء إلى عدن وحاول، لكن جاء في غابة. الإمارات لقمت عدن من كل مكان، ميليشيات وعصابات ونشرت المخدرات وبنت السجون السرية الغير خاضعة لوزارة الداخلية وقتلت العلماء والأئمة وشكلت لها مجموعات، كل مجموعة تبحر لنفسها، هذا مجموعة مكافحة الإرهاب، هذا الدعم والإسناد، هذا الحزام، هذا يعني تقوص في بحار متلاطمة. وعندما حزمت الشرعية نفسها وتقدم الجيش إلى عدن ليقيم مؤسسات الدولة ويحمي الدولة هذا الجيش، ووصل إلى وخلاص عرف الناس أن الدولة فعلا ستثبت، هنا تدخلوا بالطيران وقصفوا هذا الجيش أمام العالم كله ليبين لك حقيقة أن الذي لا يريد الدولة ولا يريد مؤسسات الدولة هو التحالف. هم الذي لا يريد الدولة ولا يريد مؤسسات الدولة ولا يريد قيام هذه الدولة إلا بالمنظور وبالصيغة والخارطة التي يريدها. نعم، هناك من يتساءل هل يمكن أن تنسى الشرعية ما حدث من الإمارات من يعني منذ البداية، منذ عدم قبولها بعودة الرئيس هادي، منذ عدم تمكين الحكومة من وجودها في عدن، ختاما بالأسوأ وهو قصف الجيش الشرعي واتهامه بالإرهاب؟ هل يمكن أن يتم القبول بالجلوس على طاولة حوار واحدة عبر الانتقالي الذي يعلم الجميع أنه مجرد قفازة للإمارات؟ والله إلى الآن أنا حسب معلوماتي أنه لم يكن أي جلوس حقيقي بين الشرعية والانتقال. كان جلوس هو بين الإماراتيين والسعوديين، هم من يكتبوا، وهذا السعوديين يذهبوا إلى فريق الشرعية، لكن من أعطاهم هذه والإماراتيين الفرصة؟ يذهبوا إلى فريق بل لا يذهبوا الإماراتيين، الإماراتيين مجرد بالواتساب يتحركوا، هؤلاء المساكين لا يصل لهم من القرار شيء. ذهبوا إلى السعودية وفي رأسهم دولة وجنوب ينادوا بها لهؤلاء المقرر بهم من مناطقهم، ثم ها هم اليوم يرضخون إلى أنهم سيؤدون القسم الجمهوري وسيرفعون العلم الوحدة اليمنية وسيرضون أن يكون في 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 دور الشرعية والجمهورية اليمنية، ونسوا هذه الشعارات الفارقة الكاذبة التي يضحكوا بها على البسطاء. نعم، إذا لو أردنا منك أن تضعنا في صورة عدن ومناطق سيطرة الانتقالي بعد الانقلاب الذي حدث قبل أكثر من شهرين تقريبا. والله احنا وثقنا حوالي 220 حالة اعتقال تمت من بعد خروج الحكومة من عدن.
حصلت هناك حالات قتل وحالات سحل في 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 في, في الشوارع. المؤسسات الدولية معطلة، رواتب الناس موقفة، الحالة الإنسانية مزرية، يعني عدن تمر بمرحلة لم تمر بها في تاريخها أبدا. قياب كامل للدولة، لمؤسسات الدولة، يعني كل منطقة يحكمها أمير حرب شأنها شأن مقديشو في التسعينات إذا كنت تستحضري أيام أمراء الحرب. هنا شلال أمير حرب، وإسران المقطري أمير حرب، وهاني بن بريك أمير حرب. لكن نحن عسى ولعل نقول أن عدن تخرج بحلول سلمية تضمن لها ألا تسفك فيها الدماء وأن تعود مؤسسات الدولة، وإلا فأخبرك أن الناس في الأخير ستدخل عدن، ستدخل عدن ولن تسمح لهؤلاء العصابات بالبقاء فيها. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ عادل أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية من برلين. مساء الخير دكتور علي. يا مساء النور. أهلا بك. إذا دكتور علي، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول عسكري يمني أن القوات السعودية استلمت مواقع حيوية في عدن من القوات الإماراتية. كيف تفسر هذه الخطوة دكتور علي؟ يبدو ذلك أنه جزء من تفاهمات جدة، أو جزء من تفاهم سابق لجدة، جزء من تفاهمات إماراتية سعودية، وجزء من ترتيب الساحة الداخلية اليمنية وإعادة الحكومة الشرعية اليمنية وإعادة هندسة النظام السياسي في اليمن بشكل كامل، وإعادة هندسة أيضا الحلول وإلغاء المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجية الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن. القوات السعودية هي يعني الإمارات أرادت أن تنسحب، وهي تريد أن تنسحب ليس عسكريا يعني بشكل واضح. أصلا القوات الإماراتية ليست بذلك الحجم، القوات الإماراتية لا تتجاوز 5000 جندي، وهي تقاتل بأدواتها اليمنية المحلية، سواء كانت الحزمة الأمنية، النخب، قوات حراس الجمهورية، العمالقة. الإمارات هي تمتلك هذه الميليشيات وتديرها وتسيطر عليها وتوجهها بكل بحليه مطلقه. يعني هذه الميليشيات ليست لها ادنى قدر من الاستقلاليه او حريه القرار، وبالتالي خروجها وتسليمها هذه المناطق، تسليمها للمملكه العربيه السعوديه، جزء لا يعني لن يؤثر كثيرا، يعني لن يؤثر كثيرا على الساحه، لان لديها ادواتها الثابته ومسيطره. اما تسليمها للمطار عدن او تسليم مؤسسات حكوميه اخرى، هي تسليم شكلي للمملكه العربيه السعوديه، تسليم يعني لن يغير شيئا على ارض الواقع. السعوديه موجوده في سوق قطره، السعوديه موجوده في المهره، السعوديه تواجد الان في النخا، السعوديه موجوده في اغلب المناطق الرئيسيه في اليمن وفي مناطق لم يكن هناك من داعي لوجودها. ماذا تفعل القوات السعوديه في المهره؟ ماذا تفعل القوات السعوديه في سوق قطره؟ المساله هي استمرار لانتقاص السياده اليمنيه، انتقاص لصلاحيات الحكومه الشرعيه اليمنيه والرئيس الشرعي، وأخضع اليمن لمزيد من الهيمنة السعودية والإماراتية. نعم، إذن يعني هل تتوقع أن يقبل الانتقالي بحقائب وزارية؟ يعني ربما هناك من يرى أن الانتقالي لا يريد حقائب وزارية، وإنما يريد دولة منفصلة تماما. أنا أعتقد أن ما يسمى باتفاقية جدة هي جزء يعني حركة تكتيكية، لكن هدف استراتيجي مختلف تماما. يعني ما يتم الآن تداوله من مسودات اتفاقية أو كذا، هذه ربما هذه ليست الهدف النهائي، هذه خطوة وفخ ينصب للحكومة الشرعية اليمنية. ودعني أوضح شيئا. أولا، الاتفاقية إذا تمت بين الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس الانتقالية تصبح اتفاقية دولية، لأنها برعاية دولية، برعاية المملكة العربية السعودية والإمارات، بمعنى أنهما سيصبحان مشرفان على هذه الاتفاقية، وتقرير من التزم بالاتفاقية أو من لم يلتزم ليس في يد الحكومة الشرعية اليمنية، وليس في يد الحكومة والرئيس عبد الرب منصور هادي، ولكن في يد المملكة العربية السعودية والإمارات. وبالتالي إذا تصرف المجلس الانتقالي بعد دخوله للحكومة أو بعد دمج ميليشياته والتي تبلغ 90,000 جندي في قوام القوات الأمن وقوات الجيش، وهي قوات ليست بالقليلة، إذا تصرف بأي شكل من الأشكال سيطر على عدن مرة أخرى، ستصبح هناك سيطرته شرعية، لأنه يمثل جزء من الشرعية اليمنية، ولا يستطيع الحكومة الشرعية عند ذلك الادعاء بأن هو انقلابي أو غير شرعي، لأنه أخذها الصفة الشرعية من اتفاقية دولية ترعاها دولتان. وبالتالي هذه المسألة هي أعتقد هي فخ مسألة، أنه
سيقبل بوزارتين، سيقبل باندماج في قوام الجيش الوطني اليمني، سيتناسى مشروعه في إقامة دولة الجنوب العربي. هذه مسألة تكتيكية، وهذا المسألة تخفي ما تخفي وراءها. نعم، إذن دكتور علي، كيف تفسر الموقف السعودي الذي انتقل من مربع رفض تمرد الانتقالي وربما تهديده بالضرب إن لم ينسحب خلال 24 أو 42 ساعة، يعني في أول أيام الانقلاب، إلى مربع الضغط على الحكومة وإجباره على تقديم تنازلات على حساب سيادتها؟ أيضا أعتقد أن هذا يمكن تصنيفه ضمن يعني نوع من الألعاب أو نوع من التضليل للحكومة الشرعية اليمنية. السعودية كانت تعلم بتحرك المجلس الانتقالي، السعودية موجودة استخباراتيا في اليمن وموجودة عسكريا في عدن، لديها قوات موجودة في عدن، قصر معاشية كان تحت حماية القوات السعودية. السعودية ليست غائبة في اليمن، السعودية متواجدة في كل مفاصل السلطة اليمنية، لديها أعين وأذرع في كل مكان، لديها معلومات يعني فورية عن ما يحصل في كل جزء من اليمن. كيف غاب عنها النوايا وتحركات المجلس الانتقالي؟ لا يمكن ذلك. أعتقد السعودية كانت راضية عن ما فعله المجلس الانتقالي، وكانت ضمنيا تؤيده، يعني هي لم تفصح عن ذلك ولكن تؤيده. ولذلك مسألة إعلانها تهديد المجلس الانتقالي أو كذا، هذا التهديد لم ينفذ أولا، وبالتالي كان عملية تضليل للحكومة الشرعية اليمنية. وأيضا أعتقد حقيقة جدا هي أيضا استمرار عملية التضليل. هناك أهداف استراتيجية للمملكة العربية السعودية والإمارات يتم تنفيذها بنوع من يعني تجهيل الحكومه الشرعيه اليمنيه، الضغط عليها، اذا لم ينفع الضغط عليها ومحاوله اجبارها على تنفيذ ما تريده المملكه العربيه السعوديه والامارات، يتم الان تضليلها الان وخداعها و يعني تمرير اشياء اخرى بغير رضاها. يعني الان نحن ربما لا تبدو الصوره واضحه، ولكن بعد اقل من 6 أشهر او سنه بالكثير سنرى موقفا مغايرا تماما للاتفاقيه. المملكة العربية السعودية لا تريد حكومة شرعية يمنية قوية، هذا بالتأكيد. السعودية لا تريد أي طرف قوي في اليمن، السعودية تريد الهيمنة على اليمن، ومن مصلحتها أن جميع الأطراف تكون ضعيفة، حتى تلك الأطراف المتحالفة معها. السعودية لا تخشى من اليمن بأكمله، السعودية تعرف أن ليس لديها حلفاء دائمون في اليمن. السعودية جربت اليمنيين، جربت زعماء القبائل، جربت السياسيين، جربت القوى الاجتماعية والحزبية. لا يمكنك تتحالف مع اليمنيين، اليمني يتحالف مع نفسه فقط، قد يتحالف معك في فتره معينه، ولكنه بعد فتره اذا اقتضت مصالحه امرا مغايرا سيغير تحالفاته، وهذا ما اقتنعت به السعوديه. السعوديه تريد الهيمنه على اليمن، وطريق هيمنه كذلك هو اضعاف كل الاطراف الموجوده على الساحه اليمنيه. نعم، اذا ابقى معي دكتور علي، ما رايك بحديث الدكتور علي الاستاذ عادل في مساله ان السعوديه تود الهيمنه عمليا على اليمن ولا تريد اي طرف قوي، وتعمل على اضعاف كل الاطراف الموجوده وتضليل الحكومه وتجريدها ايضا من يعني صلاحياتها؟ كلام انا اوافقها 100%، كلام منضبط، والحقائق التاريخيه تثبت ذلك. المملكه ليست من اليوم تتدخل في اليمن، من السابق ومن الماضي. المملكة العربية السعودية في حرب 94 وقفت مع الانفصال، المملكة العربية السعودية في حرب الملكية في مع الجمهورية وقفت مع الملكية ضد الجمهورية. يعني ينبغي أن لا ننسى الماضي ولا ننسى الأحداث. نحن كنا ولازلنا ونقول أن المملكة عليها أن تعرف حجمها تجاهنا وحجمنا تجاهها، عمق العلاقات التي بيننا، مساحة الحدود التي بيننا، عدد اليمنيين الموجودين في السعودية بالملايين، يعني العمق التاريخي الذي بيننا وبينهم. يعني نريد أن نتجاوز هذا كله وأن نكون حلفاء وأن نكون أشقاء وأن نكون جيران، لكن لن نقبل بالهيمنة التي تريدها السعودية، ولن نقبل بالوصاية التي تريدها السعودية. إن كانت السعودية تمتلك المال وتمتلك النفط وتمتلك الأدوات التي ستخرب من خلالها، فالأخير ستأتي على رأسها. اليوم الحوثي الذي أدخلوه صنعاء نكاية بحزب الإصلاح، ها هو الحوثي اليوم الذي يضرب الطائرات المسيرة في أرامكو، الذي أزعجهم وأزعج يعني نفطهم وأزعج إمكانياتهم. اليوم الحوثي الذي لا يشكل 10% يزعجهم. كيف إذا 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 حشد الشعب اليمني كل طاقاته وجهوده وقبائله ورجاله وجيشه في وجه المملكة العربية السعودية؟ على المملكة أن تعرف مصيرها، على المملكة أن تعرف خطورة ما 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 ما, ما, ما تدفعها إليه الإمارات وغيرها في الزج بهم في 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 تمزيق اليمن او تفتيت اليمن الى كنتونات والى جماعات متناحره.
ستذوق وستكتوي بنار هذه الأمور التي تريدها المملكة العربية السعودية. اليوم المملكة العربية السعودية تريد تمزيق اليمن إلى جماعات مسلحة تدعم هذا ضد هذا، وفي الأخير هذه الجماعات المتناحرة وهذا الجو الخصب الحربي في اليمن سينتقل تلقائيا إلى المملكة العربية السعودية، وهي من ستجني ثمار هذا. نعم، إذن دكتور علي برأيك يعني هل يعي هادي وقادات الشرعية أنهم بتفريطهم بالدولة يفقدون حتى مصالحهم الشخصية، وربما طي صفحة الشرعية من قبل السعودية ومن قبل المجتمع الدولي؟ نحن لا نعرف بالضبط موقف الحكومة الشرعية والرئيس هادي. يعني أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية والرئيس هادي يقاومون الضغوط السعودية، يقاومون هذه الاتفاقية، يحاولون قدر الإمكان تعديلها ومواءمتها مع المصالح الشرعيه اليمنيه. هذه المفاوضات تمتد لاكثر من مستمره من اكثر من عده اسابيع. هذه مسوده اقتراحات سعوديه اوليه قدمت للاطراف وليست فقط وافقت عليها الحكومه الشرعيه اليمنيه. الحكومه اليمنيه للاسف الشديد والرئيس هادي والنخبه السياسيه كل اليمنيه باكملها والاحزاب السياسيه اليمنيه كلها منكشفة تماما للمملكة العربية السعودية. الكل يتلقى تمويله من المملكة، الكل يتلقى امتيازات ولديه مصالح شخصية مع المملكة العربية السعودية. في اليمن للأسف الشديد نحن تعودنا منذ أكثر من 30 عاما أنه القادة السياسيين والزعماء السياسيين وصناع القرار دائما لا يرون إلى المصلحة الوطنية بشكل كامل، بل يرون مصلحة اليمن من خلال مصالحهم الشخصية وارتباطاتهم وتحالفاتهم هي تحالفات شخصية مع المملكة العربية السعودية. ولذلك السعودية استطاعت تمرير أكثر من اتفاقية واستطاعت حتى منذ أكثر من 4 سنوات ونصف إبقاء الشرعية في الرياض وفرض عليها قراراتها وفرض إملاءاتها عليها. لكن الآن نحن أمام مسألة مفصلية تماما. الشرعية اليمنية إذا وافقت على ما ورد في اتفاقية جدة وإذا ما مررتها فعلا تكتب نهايتها، هي تصبح الآن تحت السيادة السعودية تحت القرار السعودي. اتفاقية تنص على أن السعودية هي من تشكل وحدة أمنية مستقلة في الجنوب، مستقلة عن من؟ مستقلة عن من؟ وأنت كيف تسمح الحكومة الشرعية اليمنية لدولة أجنبية أن تتولى واحدة من مهامها الأصلية، مهام الدولة، مهام سيادية؟ هذه مسألة غير مقبولة، لا يمكن لأي شخص يعني لديه أدنى خبرة سياسية أن يقبل بهذا المسألة. نعم، إذن دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. وأخيرا أستاذ عادل، يعني دعني أتحدث أيضا عن جانب ولو سريعا، وهو يعني عمد الانتقال إلى رفع المناطقية وخطاب الكراهية منذ انقلابه لكل ما هو شمالي. برأيك ما هي مخاطر هذا الخطاب على النسيج الاجتماعي والواقع السياسي الحالي في دقيقة؟ أنت كرم. هؤلاء مجموعة من الحمقى والمغفلين بدأوا بأصحاب تعز ثم الشماليين ثم حتى نحن اليوم أبناء أبين وشبوه يقتلون الناس في عدن بالبطاقة الشخصية، منهم من أبين ومن شبوه. فاستعدوا كل من حولهم واستقووا بالإمارات والمدرعات الإماراتية. اليوم الإمارات أو غدا ستتركهم لمصيرهم ولحالهم، فندعوهم أن يراجعوا أنفسهم، وإلا سيجنوا هذا الثمن الذي فعلوه من زرع المناطقية والكراهية والأحقاد. من الذي عنده عمق دولة والذي عنده فكر دولة يحرص على أمنها القومي ويكسب الناس من حوله؟ كيف تستعدي تعز وهي 30 كيلو تبعد منك، وتستعدي أبين وشبوة، وتستعدي مارب، وتستعدي شمال، ثم تريد أن تحكم؟ هذه عقول مغفلة، عقول 67، عقول سبعينات، يعني للأسف الشديد لم يتعلموا ولم يفهموا من التاريخ شيئا، ومصرين على أنهم مجموعات دموية حاقدة، لكن الناس عرفتهم، عرفت حقيقتهم ونبذتهم، وها هم اليوم يبحثون عن مناصب وعن حقائب في جدة ونسوا كل هذه القضية. إذن شكرا جزيلا لك عادل الحسني الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.